يعني إنسانة ليش بدها تكون إنسانة مذلولة وعدها إيدين وعدها رجلين وقادرة إنها تواجه الحياة بكل قوتها وبكل شخصيتها. بدأت عملي يعني بعد انه شفنا شوي مرينا بظروف اقتصادية شوي صعبة، فحبيت انه اساعد زوجي، فتابعت عملي يعني شلون كانت شوي اول شيء السواقة يعني انه صعبة علي، فشوي شوي حتى طورت الحال، فبلشت اروح على محلات الجملة، فبهالحالة هاي بلشت ام زينب يعني عملها بين السيارات ويعني وتتابع مسيرتها العملية. بلشت في العالم كثير يعني استغربوا، وفي منهم يعني قالوا عيب وانتي مرة يعني ما تناسبك السواقة ولا شيء، فانتي يعني لازم انه يعني غير شغلة تلاقي. انه الانسان اذا ما يحارب مشان عمله ما رح ينجح ما رح يواجه. فنحن مجتمع يعني لازم انه نطور المرأة، انه نعطيها حقها، يعني حرام انه المرأة يموت يعني صوتها، وهي امرأة قوية، ام، اخت، صديقة، يعني كل المجالات بالمرأة.